الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكلام في الرواية التي يرويها الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في أن جماعة من اليهود أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن نزلت الآية المباركة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة مستشكلين على رسول الله صلى الله عليه وآله بأن في قلوبنا الخير ونصل الفقراء ويصدر منا الخير ونصوم لله عز وجل فكيف تقول بان قلوبنا كالحجاره الرسول صلى الله عليه واله لابهاتهم وابطال كلامهم يقول ما الذي تقترحونه من المعجزات ان تصدر على يدي فما تقترحونه يدل على صدقي وقد أذن الله عز وجل في ذلك بأن تقترحوا فتصدر المعجزة عن يدي هنا قبل تكميل الرواية نمهد بأمور الأمر الأول أن المعجزات إنما هي لإتمام الحجة فلذلك تختلف المعجزات أو الكرامات أو الخوارق للعادة لأنه سابقا احنا قلنا المعجزة في مقام التحدي، بعض الأحيان مو في مقام التحدي، ولكن يظهر أمر خارق للعادة. فما دام المعجزة أو الأمور الخارقة للعادة لإتمام الحجة. فلذلك تختلف المعجزات بالنسبة للأفراد. الأشخاص مختلفون في الفهم، مختلفون في الكمالات، مختلفون في الاهتمامات. الاشخاص الماديون يتاثرون ويتم الحج عليهم بخوارق ماديه لذلك رسول الله صلى الله عليه واله حتى ابن هشام هذا مما اطبق عليه الفريقان ذكر في سيرته ان الرسول صلى الله عليه واله كان يخرج الى من المدينه المنوره الى بعض القرى والبساتين ولا يمر بحجر او مدر او شجر الا وسلم عليه السلام عليك يا رسول الله خب. هذه قضيه ماديه امر خارق للعاده في القضايا الماديه الماديون يتاثرون بالخوارق الماديه اذا واحد ما يفهم اللغه العربيه تجي تقول له القران البلاغه في القران هذه بلاغه خارقه ومعجزه ما يفهم فاليهود بما انهم ماديون فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه واله معجزه ماديه ان الجبل يشهد لك انت قلت قلوبنا اسوا من الشج من الحجاره الحجاره تخرج منه الانهار ولكن هذه قلوبكم قلوبكم اصعب من الحجاره او عر من الحجاره اشد قساوه من الحجاره وما دام كذلك تعال خلي الحجاره تشهد لك بأنك الرسول وأننا على باطل فهذا الخارق للعادة خارق مادي بعض الأحيان بعض الأفراد عندهم كمالات نفسية فالخارق وإتمام الحج عليهم إنما تكون بكمالات نفسانية يرونها من رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك وإنك لعلى خلق عظيم عندما يأتي إلى رسول الله يرى هذا الخلق المرتفع يشوف هذا أمر مو طبيعي حتما امر مو طبيعي والا شخص له جيش وله اصحاب يفدون انفسهم يفدونه بانفسهم وياتي ويهين رسول الله ويتحمل هذا مو طبيعي يشوفون الكمالات المعنويه يتاثرون بتلك الكمالات وتجذبهم تلك الكمالات ويتم الحج عليهم بتلك المعنويات المرتفعه البعض من اهل العلوم والمعارف تتم الحج عليهم عبر علوم رسول الله ومعارف رسول الله الفقهاء مثلا في في الشرائع المختلفه تتم الحج عليهم بفقه رسول الله وهكذا كل شخص وما يناسبه ولكن عموما ما ان الناس عقولهم في عيونه مثلا اهل البلاغه العرب تمت الحج عليهم بالقران انه قمه في البلاغه، لا يمكن ان يدانيه اي شيء واي كتاب و... وان كان نهج البلاغه وان كان الصحيفه السجاديه، هذا فشيء معجزه لا يمكن ان يصدر عن شخص هكذا بلاغه مرتفعه، لذلك كانوا ياتون المعلقات السبع المعروفه على الكعبه اذا ايه امر رسول الله صلى الله عليه واله بان تنصب على الكعبه فياتي صاحب المعلقه ومن الخجل في منتصف الليل ياخذ معلقته وما نشره على الكعبه للبون الشاسع بين ما كتبه وبين الايه المباركه من القران الكريم اذا هذا كمحور الامر الثاني الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله الوسيله كما هو واضح وبين هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الرسول صلى الله عليه واله والأئمة الميامين. كما أن الوسيلة الصلاة، كما أن الوسيلة العبادات، كما أن الوسيلة كل عمل خير يمكن أن يقرب الإنسان إلى الله عز وجل. فنحتاج إلى الوسيلة. في رواية رسول الله صلى الله عليه واله يقول: الأئمة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله. هم العروة الوثقى وهم الوسيلة إلى ربنا في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه نحن الوسيلة إلى الله والوصلة إلى رضوان الله عز وجل فهذه الوسيلة حتى الأئمة كانوا يتمسكون حتى المعصومون كانوا يتمسكون بهذه الوسيلة فما أكثر أدعيتهم اللي يصلي فيها الامام عند بدء الدعاء على محمد وال محمد ويبدا بالدعاء. حتى الائمه سلام الله عليهم كانوا يبعثون البعض تحت قبه الحسين هناك يدعو للامام بالشفاء يعطي المال اذهب الى كربلاء وادعو لشفاء تحت قبه الحسين يعني هو الامام ايضا يجعل الحسين سلام الله عليه واسطة بينه وبين الله الله هكذا سن هذا قانون الله سنه المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام أيضا يتوسلون بال يعني الأنبياء المعصومة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله وباهل بيته آدم على نبينا وآله وعليه السلام توسل فتاب الله عليه إدريس توسل فتاب الله فرفعه مكانا عليا ادريس في بعض الروايات انه جد للنبي نوح وبعث بعد ادم ب سنه بعد نبي الله ادم ب سنه وانما بعث ليهدي احفاد قابيل لانه كانوا مشغولين بالملاهي والمناهي احفاد قابيل فادريس بعث اليهم فتاثر طبعا تاثير كبير يعني انفعل وبعد ذلك دعا الله عز وجل أن ينقذه منهم طبعا هدى مجموعة كبيرة ذهب إلى جماعة منهم فتكلم معهم وتواصل معهم هدى منهم سبعة ثم سبعين ثم سبعمائة ثم ألف فتأثروا به كثيرا أيضا إدريس عندما أراد أن يرفعه الله المكان العلي وينقذه من الباقين الذين بقوا واشتغلوا بالمناهي والملاهي فتوسل بالأئمة الطاهرين الرسول صلى الله عليه واله هسه في الروايه ابراهيم توسل في الروايه نذكر اجزاء من الروايه النبي صلى الله عليه واله هو عندما اراد ان يستنطق الجبل ويشهد الجبل للرسول صلى الله عليه واله بانه هو الرسول ايضا توسط به أهل بيته إلى الله عز وجل هاي سنة الحياة يعني الله هكذا سنة حتى الرسول اذا يريد يطلب من الله امرا يتوسل بالائمه الطاهرين ولا باس بذلك لان الوجود اللفظي ايضا مرتبه من من مراتب الوجودات، الوجودات اربعه يمكن سابقا بينا هسه في هذه الابحاث في محاضرات اخرى، احنا عندنا الوجود الكتبي والوجود اللفظي والوجود الذهني والوجود الخارجي ولكل وجود اثر. هو الوجود اللفظي هذا له أثر هو هذا مفتاح من المفاتيح الحقيقية لله عز وجل عندما تقول يا الله هذا مفتاح من المفاتيح عندما تطلب من سيد الشهداء أمرا هو هذا الوسيلة ومفتاح من المفاتيح للفتح لفتح أبواب الرحمة فالرسول بل الله عز وجل يعلم حملة عرشه ونقرأ الرواية مع أنها رواية لطيفة طويلة ولكنها لطيفة الله عز وجل خلق 360 عندما خلق العرش وبينا العرش في محاضرة سابقة أنه شنو المقصود بالعرش علم الله في احتمال أن الكرسي وكل العالم في العرش يعني كنقطة في بحر مثلا أو في فلات كذرة في فلات فعندما خلق العرش جعل له 360 ألف ركن وخلق لكل ركن ملك، هذا الملك السماوات السبع والاراضين في فمه كحبه في فلاة فضفاضه مثل فتح صغيره في صحراء، شوفوا شلون هذا الملك هذا اصغر ملائكه الله اللي الله خلقهم لحمل كل ركن من اركان العرش، لم يتمكنوا ان يحملوا العرش بل لم يتمكنوا ان يحركوا هذا العرش إلى هذه المرحلة فالله عز وجل أضاف لكل ملك ملك فعلى كل ركن ملكان لم يتمكنوا أن يحركوه قد وستين ألف صاروا وعشرين ألف بعد ذلك أضاف عشرا يعني صاروا 7 ملايين و ألف ملك لم يتمكنوا أن يزحزحوا هذا يحركوا هذا العرش من عظمته فقال الله عز وجل للملائكة تنحوا أنا أمسك العرش بقوتي تنحوا بعد ذلك خرب ثمانية منهم احملوا العرش قالوا كيف احنا وكل هذا الجمع الغفير من الملائكة ما تمكننا قالوا أعلمكم أمرا فتتمكنون من ذلك علمهم دعاء فيه الصلاة على النبي محمد آه. آه. وآل محمد فتمكن هؤلاء الثمانية هسه الثمانية منهم هم في الروايات أربعة من الأولين أربعة من الآخرين روايات متعددة عن بيان من هم الثمانية الذين يحملون العرش هذا أيضا كنقطة ثانية النقطة الثالثة عموما أو تتميم أيضا لل البحث الامر الثاني عموما احنا معارفنا كثير منها موجوده في الادعيه موجوده في الروايات مقامات الائمه مقامات المعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام كثير منها تشوف في دعاء في الصحيفه السجاديه الامام يشير في زياره مثل زياره الجامعه انه هؤلاء طبعا مو الكل كانوا يتحملون لو علم في روايه مضموره ولو علم سلمان ما في قلب ابي ذر لقتله. يعني لقتله يعني هو يعني هذا العلم قتل سلمان. ليش؟ لان لابي ذر معارف سلمان ما كان يتحمل تلك المعارف. والروايه معاكسه ايضا لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لقتله. بس يعني ابو ذر يقتل سلمان او لا هذا العلم يقتل ابو ذر. هو العلم يقتله يعني ما يتحمل ينفجر. اذا المعارف مو الكل كانوا يتحملوها وانما الائمه المعصومون عليهم افضل الصلاه وازكى السلام كانوا يلقون المعارف بمقدار تحمل السامع مو في خطبه حمام انه ما تحمل خطبه المتقين المعروف قال صف لي المتقين حتى اعمل انظر اليهم اعمل بما يعملون الامام امير المؤمنين قال ما تتحمل قال لا ما يخالف اصر امير المؤمنين علمه شنو المهم من هم المتقون؟ ما تحمل شوف اذا هذا المتقون هؤلاء فأين نحن؟ فصعق صعقة كان موته فيها ما تحمل الكثير من اصحاب اهل البيت ما كانوا يتحملون المعارف فالإمام كان يلقي جزء من المعارف للشخص في دعاء يذكر جزء من المعارف فهذا الدعاء بعدين راح ينتشر بين الشيعة وهكذا فمنظومة متكاملة من معارف الالهيه ومن معارف اهل البيت في ضمن الادعيه والزيارات. بس يمكن نشير في بحث لاحق الى بعض تلك الكمالات التي جعلها الله عز وجل للمعصومين الاربعه عشر حيث خلقهم قبل خلقه ادم. ولا زالوا هم اول مخلوقات الله عز وجل. وعلموا الملائكة وما إلى ذلك من كرامات وفضائل لحظوا الكتاب الرسول صلى الله عليه وآله قال اقترحوا ما الذي تريدون فقالوا قد أنصفتنا زين أنت إذا تعمل قضية خارق للعادة نقول يعني يمكن من مقدمات أتيت بها ولكن نحن نقترح عليك بعد مستبعد أنه أتم هيئ كل الاحتمالات التي قد تاتي في ذهننا هي المقدمات حتى يظهر لنا كانه معجزه كانه خارق للعاده قالوا قد انصفتنا يا محمد فان وفيت بما وعدت من نفسك من الانصاف زين اذا وفيت فهذا يكون من الانصاف فأنت أول راجع الظهر العبارة هكذا فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف فبها زين يعني أنت قلت إحنا اقترحنا عليك وأنت فعلت ذلك جيد وإلا يعني وإن لم تتمكن من ذلك فأنت أول راجع عن دعواك للنبوة أنت لازم ترفع يعني إحنا نقترح عليك كذا أن هذا الجبل يتحرك إذا ما قدرت تتحرك الجبل اترك دعواك في النبوة ما تدعيه من أمر النبوة اتركه وداخل في غمار الأمة يعني في جماعة الأمة الجمع المزدحم المتكاثف هذا الغمار ارجع ارجع إلى واقعك مو تنفرد بطريقة وتدعي ذلك ومسلم لحكم التوراة ارجع للتوراة تعالوا ويانا صير يهودي لعجزك عما نقترحه عليك وظهور باطل دعواك فيما ترومه من حجتك يعني فيما تريده فيما تقصده من حجتك ما تمكنت أن تقيم الحجة انتهت اترك دعواك بالنبوة وارجع إلى شريعتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الصدق ينبئ عنكم للوعيد هذا مثل في العرب الصدق ينبئ عنكم للوعيد المثل المقصود به يعني الصدق يدفع عنك غائلة الحرب مو الوعيد والتهديد إن الإنسان الصادق تظهر حجته أما الإنسان غير الصادق فإذا وعد خيرا إذا هدد هل يظهر صدق الإنسان بالتهديد فسألتوا إذا تشوفون زيت كاذب ويبذل أموال يمكن الناس يروحون ياخذون امواله بس يعرفوه فلا تهديد مثل صدام يدل على صدق صدام ولا بذل ذلك المنافق يدل على صدقه الصدق ينبئ عنكم للوعيد يعني هذا الذي ينقذكم هو الصدق مو التهديد ولا الوعد طبعا العلامه المجلسي جايب هنا نسخه بدل يقول الصدق بيني وبينكم ومفسرة هكذا أي يجب أن نصدق فيما نقول ونأتي به ولا نكتفي بالوعد والوعيد بعد أن هو يجي يقول لا الأقرب هو النسخة الثانية الصدق يعني هذا المثل ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله يعني المهم أنه أنا صادق وصدقي هو أقوى دليل على نبوتي آتي إليكم آتي إليكم بالإعجاز اقترحوا ما تقترحون ليقطع معاذيركم فيما تسألون فقالوا له يا محمد زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء ومعاونة الضعفاء إحنا قلوبنا كالحجارة إذا نواسي الفقراء هم نواسي رياء سمعة والنفقة في إبطال الباطل وإحقاق الحق نريد إبطال باطلك فهذا هذا ما يفيد وأن الأحجار ألينه او وان يعني قلت كذا وان الاحجار الين من قلوبنا واطوع لله منا هذا الذي قلته زين تعال اثبت هذا الكلام هذه الجبال بحضرتنا فهلم بنا اليها او الى بعضها فاستشهدها على تصديقك وتكذيبنا خلي الجبل يبين صدق كلامك فإن نطقت بتصديقك فأنت المحق يلزمنا اتباعك شوف هذا هم الذي اقترحوا وإن نطقت بتكذيبك أن الجبل يبين أن فلان كاذب أو صمتت هم يدرون الجبل ما يحكي يقولون صمتة لأن هم هم جحدوها واستيقنتها أنفسهم هم يدرون على كذب فهكذا يقولون إن كذبتك يعني كانما الجبال صدقتنا او سكتت وهذا طبيعه الجبل ما ينطق الجبل بين فانت كاذب فان نطقت بتصديقك فانت المحق يلزمنا اتباعك وان نطقت بتكذيبك او صمتت فلم ترد جوابك فاعلم بانك المبطل في دعواك دعواك دعوه باطله دعواك النبوه المعاند لهواك يعني إن انت مخالف بعيد عن الحق لماذا ليه لام التعليل لهواك يعني غلبتك هواك غلبتك شهوتك فتدعي امرا لست اهلا له فبانك المبطل في دعواك المعاند لهواك يعني لميلك لشهوتك لحبك الرياسه مثلا قال رسول الله صلى الله عليه واله نعم هلموا بنا الى ايما أي جبل شئتم اختاروا الجبل استشهدوه يعني اطلبوا منه الشهادة هو باب الاستفعال هذا مذكور في الصرف طلب الخروج خروج الشيء مثل الاستخراج طلب الشيء ولكن بصعوبة يعني يحتاج بعمل فاستشهدوه يعني اخرجوا منه الشهادة بتعمل بضغط يحتاج الى نوع من الاعمال العمل استشهدوه يعني اطلبوا منه الشهادة ليشهد لي عليكم فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه الأوعر يعني الصلب الصعب جبل صلب صعب أوعر الجبال في تلك المنطقة قالوا زياد هذا الجبل خلينا نشوفه يتكلم يولا فقالوا يا محمد هذا الجبل فاستشهده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للجبل شوفوا الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يتوسل بالأسماء الطاهرة يتوسل بنفسه وبالأئمة من ولده ليستجيب الجبل ليش؟ لأن الله عز وجل جعل هذا التوسل طريق حتى وأن قد الرسول نفسه هو هذا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في عموم الخوارق للعادة التي كانت تصدر عنهم يتوسلون برسول الله وبالأئمة الميامين هذا الله جعل طريق فلذلك لا يرد الله الدعاء الذي ابتدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وانتهى بالصلاة على محمد وآل محمد لأن الله لا يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فدعاءان مستجابان وبينهما دعاء ان الله اكرم من ان كما في الروايه ان يستجيب دعاءين ويترك هذا الدعاء اللي بالنص لذلك المفروض ان يبدا الانسان بالصلوات وينتهي بالصلوات في كل دعاء يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه واله للجبل اني اسالك بجاه محمد واله الطيبين طبعا كنت اشوف في روايه من اسماء يوم القيامه يوم الحسره فالكل في حسره الا من يكثر من الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل محمد محمد. اني اسالك بجاه محمد واله الطيبين الذين بذكر اسمائهم يعني بتوسط هذه الاسماء المباركه خفف الله العرش على كواهل الكاهل يعني ما بين الكتفين على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على تحريكه ما قدروا يحركون العرش وهم خلق كثير حسب إحدى الروايات سبع ملايين ومئتين ألف ملك اللي أصغروا هذه الملائكة كل السماوات السابعة والأراضون في فمه كحبة في فلاة فضفاضة شوفوا شلون هذا خلق عظيم لله سبع ملايين ومئتين ألف حسب هذه الرواية يمكن في بعض الروايات الأخرى آلاف الآلاف أو أكثر من ذلك ف... لم يتمكنوا من تحريك هذا العرش وهم خلق كثير لا يعرفوا عددهم غير الله عز وجل شوفوا هذه الرواية في تفسير الإمام العسكري سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله لما خلق العرش خلق له ثلاثمائة وستين ألف ركن وخلق عند كل ركن ثلاثمائة وستين ألف ملك لو أذن الله تعالى لأصغرهم فالتقم السماوات السبع والأرضين السبع ما كان ذلك بين لهواته إلا كالرملة في المفازة الفضفاضة فقال لهم الله يا عبادي احتملوا عرشي هذا فتعاطوه فلم يطيقوا حمله ولا تحريكه جو تحت الأركان ما قدروا يحركون هذا الركن العرش فخلف الله فخلق الله عز وجل مع كل واحد منهم واحدا فلم يقدروا أن يزعزعوه فخلق الله مع كل واحد عشرة فلم يقدر أكثر مع كل واحد عشرة يعني عشرين ومع كل ركن عشره مع كل واحد من الملائكه عشرين يعني صاروا 14 مليون و 400 الف فخلق الله مع كل واحد عشره فلم يقدروا ان يحركوه فقال الله عز وجل لجميعهم خلوه علي امسكه بقدرتي فخلوا فامسكه فامسكه الله بقدرته ثم قال لثمانيه منهم احملوه انتم فقالوا يا ربنا لم نطقه نحن وهذا الخلق الكثير الجم الغفير فكيف نطيقه الآن دونهم فقال الله عز وجل أني أنا الله المقرب للبعيد والمذلل للعبيد والمخفف للشديد والمسهل للعسير أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد أعلمكم كلمات تقولونها يخفف بها عليكم قالوا وما هي قال تقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين فقالوها فحملوه وخف وخف على كواهلهم كشعرة شوفوا هذا العرش اللي ما قدروا يحركوه ولكن ببركته هذا الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله فأصبح وخف هذا العرش على كواهلهم كشعره نابته على كاهل رجل جلد قوي. سواحد يحس بشعره على ظهره على كاهله بين كتفيه هكذا اصبح العرش ببركته هذه الاسماء الطاهره زين فهكذا طلب رسول الله صلى الله عليه واله من الجبل ان يستجيب ويتكلم ويشهد للرسول صلى الله عليه واله بالرساله يمكن الوقت اخذنا هذا أخذ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين